رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر قضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بتثبيت جنسية 551 محكوما بإسقاط الجنسية لما له من أبعاد تحقق الأمن الوطني وترسخه، وتأخذ في الاعتبار أيضا مدى خطورة المحكوم عليهم وظروف ارتكابهم الجريمة وخطورة الجريمة ذاتها. بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي للحكومة بتعزيز الإمكانات للتطبيق الفعال للعقوبات البديلة والذي يعكس حرص جلالته على توفير متطلبات العدالة وحفظ حق المجتمع. وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يتناسب مع حالة المحكومين ويكفل إدماجهم في المجتمع، والعمل على إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك. بعدها استنكر مجلس الوزراء العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا أمنيا في شمال العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأحبطته يقظة الجهات الأمنية السعودية، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها. بعد ذلك دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى وقفة جادة بوجه الإرهاب الذي يطال دور العبادة والمساجد والكنائس ولا يراعي حرمة الدين والدم والإنسانية. وأدان سموه التفجيرات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا والتي تزاملت مع عيد الفصح، مستنكرا سموه هذا الحادث المتجرد من كل إنسانية، داعيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب إلى أهمية بث روح التسامح والمحبة والتعايش وإحياء الضمير العالمي للتصدي بقوة لكل ما يعكر السلام والأمن والاستقرار، معربا سموه عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب السريلانكي الصديق. بعدها اطلع مجلس الوزراء على نتائج التحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات والتي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التحقيق، والتي خلصت بعد 6 اجتماعات عقدتها اللجنة مع الأطراف المعنية واطلاعها على تقارير وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والاطلاع على ما انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقها حول الواقعية بأنها واقعة فردية ولا توجد ظاهرة لتعاطي المخدرات أو شبكة لترويجها في المدرسة المذكورة كما صورها الفيديو الذي تم بثه بشأن الواقعة. وتأكدت اللجنة في ضوء تلك التقارير عدم صحة ما جاء فيه، حيث كانت مجرد ادعاءات تندرج تحت القذف والتشهير والإثارة وهي منظورة قضائيا. كما تأكدت لجنة التحقيق من سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها لجنة الانضباط الطلابي بوزارة التربية والتعليم حول الواقعة، حيث أن الطالبتين سيتاح لهما المشاركة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والمقررة في الشهر القادم والانتظام في الدراسة بدءا من العام الدراسي المقبل. وقد أوصت لجنة التحقيق بتعزيز حماية البيئة المدرسية من خلال تطوير لوائح السلوك الطلابي وإشراك أولياء الأمور ودعم التواصل معهم بصورة أكبر وتعزيز دور الإرشاد الاجتماعي والأكاديمي والنفسي بالمدارس وتطوير إجراءات التفتيش الإداري وإجراءات الإبلاغ بالمدارس وضبط صرف الأدوية التي قد يساء استخدامها والتوسع في تطبيق برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، وافق مجلس الوزراء على 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي واتفاق بين مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها 7 مع دولة الكويت الشقيقة و5 مع جمهورية فرنسا الصديقة، حيث وافق المجلس على 7 مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون وبرنامج تنفيذي مع دولة الكويت الشقيقة في المجالات الإعلامية والزراعة والثروة البحرية والرياضة والثقافة وحماية البيئة والموانئ والملاحة البحرية، بينما وافق على 5 مذكرات تفاهم مع الجمهورية الفرنسية في مجالات الإعلام والتعليم والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانيا، وافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية أو تأشيرة عند منافذ مملكة البحرين للدخول إلى البلاد، ليصبح بذلك العدد الكلي للدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين 119 دولة، وذلك بإضافة كوستاريكا وهندوراس ومونتينيغرو، فيما يصبح العدد الكلي للدول التي يمنح لرعاياها تأشيرة الدخول بالمنافذ لمملكة البحرين 69 دولة بإضافة أوكرانيا، بينما وافق المجلس على منح رعايا جمهورية الهند تأشيرة دخول عند المنافذ بمملكة البحرين، إذ كان طلب التأشيرة حاملا لتأشيرة سارية المفعول للمملكة العربية السعودية شقيقة أو دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أو المملكة المتحدة، أو تأشيرة الدخول سارية المفعول للاتحاد الأوروبي، أو حاملا لبطاقة إقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما وافق المجلس أيضا على منح رعاية بعض الدول الحصول على التأشيرة عند المنافذ إذا انطبقت عليه الشروط أعلى. وقد قرر المجلس الموافقة على مشروعي قرارين إصدران عن معالي وزير الداخلية بهذا الخصوص. ثالثا، أعرب مجلس الوزراء عن الارتياح لما أظهرته المؤشرات الاقتصادية لعام 2018، مما يعكس موفقية البرامج الاقتصادية للحكومة في تنويع الإيرادات وبخاصة غير النفطية، حيث حقق القطاع غير النفطي نموا بارزا بنسبة 3.2% في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة بالفصل الرابع من العام 2017، وبنسبة 2.6% في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017. كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية عن عام 2018 والتي عرضها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 مليار و600 مليون دينار بحريني بنسبة زيادة بلغت 1.8% مقارنة بالعام 2017، فيما أظهرت المؤشرات الأخرى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بمقدار 11% عن العام 2017، إذ بلغ 8 مليارات و400 مليون دينار، فيما بلغت التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيصا بلغ قيمة الاستثمار فيها 56 مليون دينار تقريبا. رابعا، وافق مجلس الوزراء على استثناء شركة أيرفودز الدنماركية والتي استحوذت على شركة مونداليز البحرين لمنتجات أجبان كرافت من شرط وجود شريك بحريني لمزاولة النشاط التجاري لاستيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات، وذلك لإتاحة المجال أمام هذه الشركة العالمية لمواصلة الأنشطة التي كانت تزاولها شركة مونداليز البحرين، بما يكفل استخدام الشركة المذكورة للبحرين كمركز لوجستي لمنتجاتها المصنعة خارجيا والمصنعة محليا وتوزيعها، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. خامسا، بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما من خلال تقرير معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بنتائج اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنها اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي واجتماع اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وكذلك بنتائج اللقاءات مع البنوك والمستثمرين. إلى ذلك، فقد أخذ المجلس علما بنتائج اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي عرضها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدت على هامش هذه الاجتماعات مع كبار المسؤولين بجمهورية روسيا الاتحادية. شكلت لجنة تحقيق بأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك، وعضوية عدد الوزراء تحديدا وزير التربية والتعليم، وزير العدل، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وزيرة الصحة، وزير شؤون المجلسين، ووزير الداخلية. اللجنة عقدت 6 اجتماعات مكثفة واطلعت على كل مجريات موضوع ما حدث في مدرسة حمد الإعدادية للبنات، وطبعا هذا أمر مؤسف حصول هذا، ولكن حرص الحكومة دائما على صحة البيئة المدرسية وعلى سلامة الطالبات والطلبة عموما، فمن هذا المنحى كان هذا التوجيه بتشكيل هذه اللجنة. اطلعت اللجنة على تقارير
مختلف الجهات وتحديدا وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وزارة الصحة، وكما اطلعت على تقرير أو بالأحرى مجريات تحقيق النيابة العامة، بعدها كونت تصور وفكرة، فكان للجنة عدد من الإجراءات واستخلصت من خلالها بالاطلاع على حيثيات الواقعة هذه تحديدا، خلصت إلى عدد من النتائج وعدد من التوصيات. من أهم النتائج اللي خلصت إليها لجنة التحقيق في قضية واقعة المدرسة، مع الأسف ما يعني ظهر في الفيديو المتداول والذي أثار الرأي العام وأثار أولياء الأمور تحديدا، وكان سببا في غياب عدد من الطالبات بعد بث هذا الفيديو بيوم بعده، هذه الأمور كلها دعت اللجنة إلى محاولة الوصول قدر الإمكان إلى الحقائق بعيدا عن الإثارة وإثارة الرأي العام في هذا الموضوع. ما تم تداوله ليس مخدرات أو عقاقير مخدرة أو خلاف ذلك، كان عقاقير طبية مسموحة ولكن بوصفة من الطبيب المختص، وهذا طبعا يعني هذا ما حصل تحديدا في هذه المدرسة، بالإضافة طبعا إلى أن لا يوجد ما قيل في الفيديو، وهذا أيضا ما نفته حسب علمي ما نفته صاحبة الفيديو في قضية أناس متنفذين وخلاف ذلك، لم يحصل هذا الأمر مطلقا ولم نجد له أي إشارة في جميع الأوراق اللي كانت تحت نظر ويد اللجنة المختصة بالتحقيق. اللجنة خلصت إلى عدد من كما قلت النتائج، اتضح سلامة ما قامت به وزارة التربية والتعليم من تحقيق حسب لوائح الانضباط الطلابي عندهم، هناك لوائح محددة ولوائح تضع المخالفة وتضع العقوبة التي تترتب على الاتيان بهذه المخالفة. هذه اللائحة طبعا درست من خلال هيئة التشريع والرأي القانوني سابقا، هاي في 2017 صدرت في الجريدة الرسمية، فهي تحت نظر العامة هذه اللائحة، والكل يعلم أن أي من أبنائه وبناته إذا اقترف مخالفة ما هناك عقوبة محددة، وكما قلت مذكورة في اللائحة والتي اطلعت عليها وأقرتها هيئة التشريع والرأي القانوني. فكان هناك سلامة في الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، لجنة التحقيق مكونة من وزارة التربية والتعليم كباحثين قانونيين بالإضافة إلى الإداريين في المدرسة، عملوا لقاءات مع جميع الأطراف سوى الطالبتين التي نسأل الله لهما الحفظ إن شاء الله والسلامة، ولجميع طلاب وطالبات مملكة البحرين، بالإضافة إلى زملائهم وزميلاتهم والمشرفين الإداريين وإدارة المدرسة، وخلصت كما قلنا إلى أن هناك مخالفة ما قامت بها هاتين الطالبتين، مخالفات تعتبر يعني مخالفة للوائح وعليها يجب إيقاع عقوبة، هذه العقوبة موجودة بالنص، ولكن الوزارة أيضا كانت تنظر إلى الناحية التربوية والنفسية للطالبات، فسمحت لهم بإداء الامتحانات طبعا ربما يكون خلال الشهر القادم إن شاء الله، وسوف ينتظمون في الدراسة في العام الدراسي القادم أيضا. هذه كان مجمل العقوبة التي حاول بعض تصويرها بأنها يعني عقوبة أكثر أو أجسم من المخالفة نفسها. من أجل صحة وسلامة البيئة المدرسية قامت الوزارة بهذا الإجراء. أيضا لاحظنا أن هذه العقاقير يعني يجب وضع ضوابط من أجل صرفها، طبعا هناك شروط لا تصرف إلى وصفة طبية، ولكن أيضا يجب وضع مزيد من الضوابط على تداول مثل هذه الحبوب التي لا يلجأ لها الطبيب إلا في حالات قليلة ربما، وليست من ضمن الأدوية أو العقاقير التي تصرف دائما للمرضى.
هذه الأمور تقريبا كانت واضحة أمام اللجنة، وعلى أساس ارتئينا أن سلامة الإجراءات كما قلت التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، مزيد من الانضباط يجب أن يكون في البيئة التعليمية في المدارس، مدارس البنين والبنات، مراجعة اللوائح والقرارات التي تصدر من حين آخر، لأن البيئة المدرسية بيئة متغيرة، وهي متغيرة بسرعة، بمعنى كثير من الممارسات والمخالفات التي تحصل اليوم لم نجدها قبل لنقل 10 أو 15 سنة، فما بالك أن يكون قبل 20 ولا 30 سنة. لذلك يجب مراجعة هذه اللوائح وتحديثها، وكل ذلك من أجل مصلحة الطالب والطالبة أولا، ثم مصلحة أولياء الأمور، ثم مصلحة البحرين عندما تصلح هذه المدارس وتصلح مخرجات، يصلح بلدنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأطمئن الجميع الحمد لله، كثير مما ورد في شريط الفيديو، وأيضا كما قلت بنفي من تورط في هذا الفيديو من خلال تحقيقات النيابة العامة، اتضح بأن كثير منهم قد تراجع عن أقواله، كثير منهم لم يتمسك بأقواله، وكثير منهم قال بأنه لم يرد إراد هذا اللفظ بالذات كلمة مخدرات وخلافه، ويقول لا أعلم لماذا قلت هذا في أثناء الفيديو. ولكن أقول وأكرر مرة أخرى بأن التحقيق في الانضباط الطلابي لم يظهر هذه المخالفات مطلقا، ولم ترد في هذه، وردت فقط في شريط الفيديو، وأيضا أكدت تحقيقات النيابة العامة عندما لم يتضح وجود مثل هذه الأمور. الحمد لله جهود الحكومة في قضية الانضباط، توجيه وزارة التربية والتعليم للانضباط الطلابي متكررة ودائمة، وإن شاء الله هذه التوجيهات تكون محل التنفيذ، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون لدينا بيئة تعليمية وطلابية سليمة إن شاء الله.